وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من حي الأسمرات مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية، ضعنا في أجواء فعالية مبادرة كتف في كتف وردود أفعال المواطنين لأنها فرحة لكل المصريين. بالفعل تتواصل جهود الدولة هنا في حي الأسمرات، حيث يتم جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني والأهلي التنموي لأهالينا هنا في مدينة الأسمرات، الأسر الأولى بالرعاية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. بداية، ردود الأفعال هنا في حي الأسمرات هي حالة من السعادة البالغة بعد وصول هذه القافلة، قافلة مبادرة كتف في كتف، إلى حي الأسمرات هنا لأهالينا من سكان حي الأسمرات الذي بادرت به الدولة هنا. يعني إذا استعرضنا هذا المكان الذي أتواجد فيه، هو هنا يتم تخزين هذه المواد الغذائية. نتحدث عن 5 ملايين كرتونة غذائية تستهدفها الدولة وتستهدفها هذه المبادرة كتف في كتف، لتصل إلى نحو 25 مليون مستفيد من المواطنين في شتى أرجاء محافظات الجمهورية. هذه المبادرة هي الأكبر على المستوى العالمي. نتحدث عن مواطنين وأهالينا الأولى بالرعاية يستفيدون من هذه المبادرة. هذه الكرتونة التي تحتوي على العديد والكثير من المواد الغذائية، كل كرتونة هي نحو 9 كيلو من المواد الغذائية المختلفة التي تناسب أسرة مكونة من 5 أفراد. وبالتالي كانت هذه المبادرة التي انطلقت بداية من اليوم هنا في حي الأسمرات منذ ساعات الصباح اليوم، بالإضافة إلى توزيع ملابس لعدد من الأهالي أيضا هنا في مدينة الأسمرات وتوفير مكان لألعاب الأطفال. كانت هذه مبادرة متكاملة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، للتخفيف عن المواطنين وعن كاهل المواطنين. هذه المبادرة التي تتواصل في شتى أرجاء محافظات الجمهورية قبيل شهر رمضان وحتى في شهر رمضان. هنا اليوم يتم استهداف نحو 10,000 كرتونة اليوم فقط، بنحو 90 طن على مستوى محافظة القاهرة من هذه الكراتين المكونة من هذه المواد الغذائية. وبالتالي نتحدث عن تكاتف كبير جدا من مؤسسات المجتمع الدولي مع أجهزة الدولة وجود الدولة أيضا لتوصيل هذه المواد الغذائية قبيل شهر رمضان لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة هنا في مدينة الأسمرات، حيث في هذا المكان يتم تعبئة هذه الكراتين ثم توزيعها بالخارج على أهالينا من سكان حي الأسمرات. إليكم زملائي في الاستوديو، وكل عام وأنتم بخير. بشكرك أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية. وبالفعل يوم 17 من مارس هيكون أكبر تجمع لأقوى المجتمع المدني مع تحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي. بشكرك شكرا جزيلا لإدخال الفرحة على كل المصريين. شكرا لك.